في منظومة العدالة برعاية وزارة العدل والمجلس القومي للمرأة وبدعم هيئة الأمم المتحدة للمرأة. القاضية قد نجحت في أداء رسالتها أكثر بكثير مما كنا نتصور. نتمنى إن احنا نرى مثل هذا الحضور من الرجال في مؤتمرات النساء. مؤتمر عنوان عدم التمييز ضد المرأة ويحضر فيه عدد كبير من الرجال ورجال القضاء، ده حاجة ممتازة جدا. تغيير الفكر المجتمعي، عاوزين الإعلام يساعدنا، عاوزين وزارة الأوقاف عن طريق الدعاء تساعدنا، عاوزين الأفلام والمسلسلات يعني تتغير تغير كامل، لأنه يعني مثلا ما بيدوش الست ميراثها في الأرض كتير من المناطق، ده مش شرع، ده مش مخالفة للشريعة. مش معنى ساكتين على دي، دي شريعة ساكتين عليها ليه؟ ما بتقولوش ان ده مخالف للشريعة ليه؟ المجتمع في حاجة إلى رؤية فقهية تأخذ بيديه إلى الطريق السليم وتحل مشاكلها. إذا المجتمع منتظر الفكر الناجح. في رجال مساندين لقضية المرأة في التولي في المناصب اللي عمرها ما لا حلم توصل لها ولا وصل.